بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بسكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب خلال برقية التهنئة عن أمنياته للرئيس الإيراني الجديد بالتوفيق في مهامه، معربا عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.